لكل اللي بيشوفونا على شاشة أكسترا نيوز، حلقة جديدة من الإبداع في مصر، واللي معاكم في رمضان من يوم الحد للخميس، وبنقدم فيه تغطية للدراما التلفزيونية الرمضانية المتميزة جدا السنة دي. وكمان بيكون معانا لقاءات مع صناع المسلسلات وأبطالها، واللي صنعت حالة من البهجة عند كل الجمهور. أكشن. قلب ابيض مع اللي بيجي معاه دغري، واسود من عتمه الليل مع الحورتجي اللي بيقرب لي بشر وانت عملتها. انا حاولت، اقسم بالله حاولت، بس انا ما كانش عندي حل تاني. العمليه خطر يا نور، لو عايز تغير رايك محدش هيلومك. وانتوا مالكوا في ايه؟ ما انتوا عارفين من الاول ان اللعبه خطر. عركه عركتنا لا اشوفه خايف، قسما بالله لا تخه بنفسي. لا لا لا، اسمع الكلام تاني بقى كده، بس اسمعه بعد اللحن والتوزيع. كل اللي فات كوم، اللي جاي كوم تاني. مسلسل حضرة العمدة عامل جدل كبير جدا، وده بدعمه لدور المرأة المصرية من خلال تقديم الدكتورة جامعية بقت عمدة لقريتها ميت شبورة، وبتحارب من خلال منصبها الأفكار المتطرفة. وشفنا في الحلقات الأولى محاربتها لجريمة ختان البنات، وكمان شفنا دورها في كشف جريمة القرصنة على التليفونات. بيقوم ببطولة مسلسل حضرة العمدة مجموعة كبيرة جدا من الفنانين المتميزين زي روبي وبسمة وسميحة أيوب وصلاح عبد الله ووفاء عامر ولطفي لبيب وأحمد بدير، وكمان محمد محمود عبد العزيز وإدوارد ومحمود حافظ وإيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين المتميزين جدا. العمل ده من تأليف إبراهيم عيسى والإخراج لعادل أديب، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر. وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف إن إحنا اللي بنوزع الأدوار، وإحنا اللي بنفرق الورق. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس. هنمد إيدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شلباية، أنت وأخوك اتغرقوا فيه الناس الغلابة. ده مشروع أنا عامله لتل شبورة. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلم. العالم بره هيحتاجنا، وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش. انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون يا حضره العمده. أموال عامة لازم يبيع، واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بوقك في الموضوع ده تاني بيكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق أرض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقت لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس؟ عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. كاميرا الإبداع في مصر زارت كواليس مسلسل حضرة العمدة، وكان لينا اللقاء ده مع الفنان القدير صلاح عبد الله وحورته زميلتي دانا مدحت. تعالوا نشوف الحوار الجميل ده مع نجمنا الكبير صلاح عبد الله.
اهلا بكم مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. انا متواجده مع حضراتكم دلوقتي في كواليس تصوير مسلسل حضره العمده. مشرفنا ومنورنا دلوقتي الفنان الكبير والقدير جدا الاستاذ صلاح عبد الله. اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. اهلا بك يا دانا واهلا بالساده المشاهدين. انا لبيت ندى دانا عشان انا بحب القناه دي. دي على فكره اكسترا نيوز بالنسبه لي من القنوات المفضله، يعني اول حاجه او اول ما اصحى من النوم اجيب اكسترا نيوز. انا بثق في الاخبار اللي بتقولها وبتفائل بيها بحبها. ده شرف لينا وشهاده نفتخر بيها استاذ صلاح. الله يخليك. خلينا نتكلم عن دورك. يمكن دايما حضرتك عودتنا تقدم ادوار مميزه جدا وصفها صناع الدراما بالمميز. ايه اللي بيميز دور حضرتك من خلال دورك في مسلسل حضره العمده؟ اللي انا عامله ده، اشوف بس اللبس اللي انا لابسه ده عجبني مش كده، شكله حلو ولا لو النبي. انا عارف ان قناه اخباريه وبتاع المفروض بقى، بس ده شيخ البلد ابو نهرو. عجبني ان هو ايه تركيبه خاصه جدا، وراجل يعني بعد الشر عنكم جميعا بيغسل كلى، وهو في نفس الوقت بقى هو بيغسل الكلى وشبه قعيد وكده، انما هو اللي عارف كل حاجه في تل شبوره. هو ذاكره تل شبوره والارشيف بتاعها، ومن هنا بتبقى اهميه الشخصيه، وده يمكن اللي خدني ليها يعني. اكيد استاذ صلاح، دايما حضرتك متعود تقدم اعمال فنيه بتعتبر يعني خلينا نقول نافذه فنيه لكل العائلات وكل الاسر في الوطن العربي مش بس في مصر الحقيقه، ومن خلال ده بتقدم رسائل توعويه لكل المواطنين. ايه اهم الرسائل اللي من الممكن نخرج بيها من خلال مسلسل حضره العمده؟ من المسلسل يعني. نعم بصي، انا يعني بشكل شخصي كده كصلاح عبد الله ما بحبش حكايه الرسائل التوعويه دي، يعني انها ايه تبقى فيها مباشره، لان لو فيها مباشره مش هتحقق الهدف منها. الرسائل دي بتيجي من خلال الدراما، من خلال الاحداث، يعني لازم المتفرج يشارك العمل الفني وهو بيتفرج وينبسط، ومن غير ما نقصد ومن غير ما نقول صراحه هو توصل له رسالة معينة. صح. ومن حقه ان هو يفهمها بالطريقة اللي عايزها، ومن حقه ان هو يوافق عليها من جواه او يرفضها. هنا بقى دي اهمية الدراما، بقى اهمية الدراما سيان بقى ايه في التلفزيون او في السينما او على المسرح يعني. صحيح. فكرة المسلسل استاذ صلاح بتقوم على دعم المرأة وتمكين المرأة والدور الكبير اللي بتقوم بيه المرأة المصرية في الفترة اللي فاتت. هل حضرتك شايف انه بيبقى في الفترة دي اهمية كبيرة جدا لادراك النجوم وصناع الفن في مصر لكل القضايا اللي بتمس المرأة المصرية؟ هذه رسالة يا دانا، هذه رسالة بقى، هذه رسالة واضحة وصريحة في المسلسل، وهي رسالة مهمة. وخلي بالك ان اللي حاصل في مصر دلوقتي، لا في دعم جامد جدا لدور المرأة، وان المرأة كمان تشغل مناصب ما كانتش حد بيفكر ويقول لك لا ما ينفعش ان واحدة ست يعني من بلدي كده. فلا المرأة دي مين؟ ما دي أمي وأختي وبنتي. صحيح. تخيل المرأة أمي وأختي وبنتي، يعني أهم ثلاث حتى لا ومراتي معقولة. يعني حد ينسى كده برضو يا أستاذ صلاح. يبقى أمي وأختي وبنتي ومراتي، كنت عايز واحدة خمسة ودانا يلا. ربنا يخليك. لما تشوفي كده شوفي المرأة دورها. صحيح. بالنسبة للراجل ايه؟ طبعا مش كده؟ صحيح. ده في كل مراحل حياته، يعني من ساعة ما بيتولد ومن قبل ما يتولد كمان لغاية بقى جميع المراحل السنية لحد ما حتى يبقى يتبوأ مركز معين، المرأة هي الداعم الرئيسي. طبعا طبعا. يمكن حضرتك ليك أعمال مهمة جدا سينمائية، لكن للأسف لم يتم تكريم حضرتك لحد دلوقتي تكريم يعني يناسب قيمة حضرتك المهنية بشكل كبير. يعني أعمال كتير مش عايزة أنسى حاجة منهم، التمن، مسجون ترانزيت، الرهينة، دادا دودي، أعمال كتير قوي الحقيقة. هل حاجة دي وحرامي كماليل فرع؟ لا كتير كتير. صحيح. بص هل دي حاجة ضايق حضرتك؟ أقول لك حاجة بالنسبة للسينما،
أنا أصلاً ماليش في المهرجانات ولا التكريمات، بحب أشوفها في التلفزيون. إنما الحقيقة مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي عمل لي تكريم جامد جداً، وكنت اعتذرت ولقيت بقى مخرجين كبار جداً وقريبين مني قوي وصحابي وحبايبي عمالين يلحوا عليه عشان أحضر، وحضرت وقضيت فترة ممتعة. فأدي كان تكريم يعني، لا حصل تكريم. أنا خدت، وأعوذ بالله من قولة، أنا خدت جوائز في السينما وفي التلفزيون كويسة جدا يعني. صحيح. في المواطن المغمر حرامي خدت جائزة أحسن ممثل دور أول. مزبوط. دور أول مزبوط. يعني إيه يعني بطل. وأنا ما كنتش دور أول ولا حاجة، إنما هم اللجنة وقتها وروزة ومجلة روزة اليوسف الحقيقة كمان، وقبلها جمعية السينما، كل دول حصل إجماعه. وبعدين المهرجان القومي للسينما اللي هو الرسمي بتاع البلد على إنه صلاح عبد الله في مواطن مغمر وحرامي ده أحسن بس الدور أول، وخدت جايزة في تونس وفي المغرب. أنا بصلح لك يعني أدانا بعد إذنك. التلفزيون لا، خدت برضه، خدت عن الملك فاروق الزعيم مصطفى النحاس زعيم الأمة، وخدت عن الداري وحاجات كتيرة يعني. لا بص، احنا عايزين تكريمات اكتر لحضرتك يا استاذ صلاح. انا بعتذر كتير عن التكريمات يعني ايه. ساعات احس كده يعني اي حاجة، اللي اول ما احس ان اللي بيروح ياخد جايزة او اللي بيروح يتكرم، دي انا بعتذر عنه. صحيح. من غير ما اذكر اسماء يعني. حضرتك شاعر عامية موهوب جدا، لكن لحد دلوقتي ما شفناش اي عمل درامي او مسرحية من كتابات حضرتك، مع ان العديد من الناس يمكن بتطالب بده من خلال السوشيال ميديا. انا بحب دلوقتي على السوشيال ميديا، لاني انا مش بطلت الشعر، الشعر هو اللي بطلني، لاني انا ما ركزتش فيه، ما اهتمتش بيه. بس برضو المعلومة اللي ممكن ناس كتير متعرفهاش، اني لا زمان كتبت تترات مسلسلات، كتبت استعراضات لمسرحيات كبيرة مهمة. يعني كنت بكتب حاجات لغاية ما حصل لبس بين صلاح عبد الله الممثل وصلاح عبد الله اللي بيكتب استعراضات واغاني وكده، فقلت لا خليني اركز في التمثيل، لاني ما كنتش برضو شاعر متمكن بصراحة، وما كنتش لا كنت بتعب يعني. ما حد كان يسند لي شغل، كنت ببذل مجهود من زي الشعراء اللي هم بجد بقى المحترفين يعني. صحيح. وده باين في كل اعمال حضرتك يمكن استاذ صلاح. طب يمكن الفتره الاخيره الدراما المصريه بقى فيها تنوع بشكل كبير في الاعمال، ما بين اجتماعي ديني تاريخي وطني، شايف اهميه ده ازاي، وازاي ممكن نقول بيعود بالايجاب على انتاج درامي في مصر؟ وده مهم يعني، ده لانه ده احنا من زمان كنا متميزين أو بالحكاية دي. صحيح. إن ويمكن الأعمال كانت أقل، بس أنت كنت هتلاقي العمل فيه سياسة وطنية وكده بطريقة متميزة، والاجتماعي والكوميدي والتراجيدي والديني والتاريخي. صحيح. إحنا بقالنا فترة كان حصل لنا شوية تقصير. صح. في الديني وفي التاريخي. صحيح. وده خلى بعض الدول الشقيقة سبقتنا كده بفترة يعني، بس بقى في عودة للدراما التاريخية بشكل كبير. في بقى ايه دلوقتي بالظبط، برافو عليكي، محاولة لعودة للدراما التاريخية. صحيح. اعتقد السنة الجاية هيبقى فيه اهتمام اكتر بالدراما التاريخية والدينية. الدينية بمعنى ايه؟ اللي هي السير اللي ممكن تفيد الناس. صح. وتفكرهم. تحارب التطرف الديني أي مشكلة، تحارب التطرف الديني أو طبعا أي لا، محاربة التطرف أعتقد أن الدراما عندنا لا قدمته بشكل كويس جدا. صحيح. يعني صحيح. احنا كفينا فقرة مثلا الاختيار، الممر. مظبوط. أنا شاركت في الاختيار كضيف شرف. هل حضرتك بتتابع مسلسل الإمام الشافعي من إنتاج المتحد أيضا؟ أعود له حروق، أعود له، لأن برافو عليك ده هو أنا من المسلسلات اللي حطت دماغي فعلا. إن دي اللي هقعد بقى أشوف بقى إيه على المنصة بتاعتنا بتاع ووتش. طبعا. يعني عادي إن أنا أقول ووتش طبعا، أعمل لها دعاية، مش دي بتاعتنا ولا إيه؟ أشوف بقى بالعشر حلقات وكده وبتاع. وأنا بحب خالد النبوي قوي. صحيح. كمان. وهو قايم بدور الحقيقة مميز ورائع. هو ممثل رائع. صحيح. هو
عنده ميزة انه بيروح هو بيحب يعمل حاجات صعبة. مظبوط. يعني حتى لو حد ايه قال له مثلا بس اصل دلوقتي اصل الناس اصل بتاع, لا هو يحب يعملها. واعتقد ان الامام لا في نسبة مشاهدة عالية جدا. صحيح. وهتزيد اكتر اكتر. وعلى فكرة في اعمال كمان بعد رمضان هتبدأ الناس تتابعها بيحصل وده حصل بقى طوال تاريخنا في الدراما التلفزيونية. في اعمال لم تحقق, اعمال مهمة جدا ما حققتش نجاح قوي في الشهر الكريم رمضان. عشان الزحمة وعشان نوعيات اعمال معينة والناس عايزة تضحك, الناس عايزة تخف تروع نفسها بتاع, بيجي بعد رمضان يحصل له نجاح ما حصلش. طبعا. سي صلاح يمكن حضرتك برضو بتقدم دور مميز جدا في مسلسل سر البيت, هو ايضا من انتاج الشركة المتحدة. ازاي قدرت توفق ما بين الدورين؟ وكمان عايزين نتكلم عن فكرة العمل الجماعي, يعني مسلسل سر البيت بيضم عدد كبير جدا من النجوم. بص انا ده زمان انا كنت بعمل مثلا بشارك في بطولة 3-4 مسلسلات. هنا دي بقى ايه, بتبقى الممثل عنده القدرة انه يبقى بيعمل كذا عمل ويقدر يميز بينهم, والمتلقي او المتفرج وهو بيتفرج ما يحسش ان ده اثر على ده. لو عنده هذه القدرة ما فيش مانع, لو ما عندهش هذه القدرة يبقى يركز في عمل واحد. دلوقتي بقى اللي حصل ايه, تعرف معظم الاعمال ببقى ظهور خاص او ضيف شرف زي الاول, يعني مش واخد المسلسل بقى كله كده زي زمان. فلا يعني الجمع بينهم بالنسبه لي سهل جدا, يعني اللي خلاني جمعت في الايام الصعبه مش هجمع في الايام السهله بجمع. يعني انا عامل سر البتاع وعامل دور انا احبه برضو جدا الحقيقه, وزي ما انت قلت فرح العمده, وفي اعمال اخرى بقى في في في, في منصات اخرى. فخلينا في وجه يعني. استاذ صلاح يمكن الحقيقه حضرتك قامه فنيه كبيره جدا, قدمت الحقيقه العديد من الاعمال الدراميه والسينمائيه في الفتره اللي فاتت. هل حضرتك بتخطط لنوع جديد او لعمل فني جديد الفتره الجايه؟ ما كنت زمان بخطط, لا دلوقتي مش بخطط. كنت صراحه معاك بيبقى بصي الفنان امانيه احلامه طموحاته لا تنتهي لا تنتهي. اوعي تصدقي فنان يقول لك يعني شوف رغم المثل بقول لك بقيت ضيف شرف وزور خاص وكده, لا بس احلامي ما زالت مستمره. انما مفيش تخطيط لشيء معين, لان بقى في الواقع ابتدي اتكيف مع المعروض. ايه المعروض؟ صحيح. واللي هختار منه. صحيح. استاذ صلاح اخيرا عشان مش عايزه اطول على حضرتك, يمكن على السوشيال ميديا انت كمان ليك دور مهم جدا في التوعيه, ودايما بتحاول توعي الشباب بكل الامور المهمه الحقيقه الفتره دي. حضرتك متابع على السوشيال ميديا, هل لفتك حاجه الفتره اللي فاتت, اكتر حاجه شدت انتباهك؟ انا بقى لي فتره ببتدي اوعي الناس ايه على حكايه الجري ورا الترند. اوعى تكون بتكتب او تنزل افكارك او حاجه او كده سعيا في انك تبقى ترند. صحيح. لان مجرد هذه المحاوله يبقى انت بتلعب في المنطقه الخطا. صحيح. والحاجه الثانيه ودي الاهم بقى جدا في السوشيال ميديا, اما تلاقي كلام ضد بلدك ركز اهدى, ممكن يبقى هو داخل لك من مدخل يهمك فعلا وممكن مدخله صح بالنسبه لك كمواطن. مزبوط. اهدى وبص ادخل بقى ايه على صفحته, يعني دوس عليه كده وافتح صفحته عشان تعرف الاول هو بينشر ايه, بيقول ايه, انتمائه ايه, هو خايف على البلد بجد ولا نفسه في ان البلد دي لا قدر الله. يعني ده بيحصل كتير قوي في السوشيال ميديا. صحيح. وساعات ناس بتشير وتدعم افكار من غير ما تاخد بالها, من غير ما تقصد. صحيح. مسألة الوعي أستاذ صلاح, يمكن دايما بنتكلم دايما وسيد الرئيس بيتكلم عن مسألة وعي المواطن وبنراهن على النقطة دي دايما بشكل كبير جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا كبير جدا وجزيلا أستاذ صلاح عبد الله على وقتك, ونتمنى لحضرتك أكيد النجاح والتوفيق في مسلسل حضرة العمدة. أشكرك يا دانا وأشكر السادة المشاهدين, كل عام وكلنا طيبين أوي يا رب, كل الطيبين يبقوا طيبين أوي, وكل الأشرار يحاولوا يبقوا طيبين على الأقل يكسبوا شرف المحاولة. ورمضان كريم. صلاح عبد الله.
والله الروح ردت فيا وطريتي على قلبي بدخلتك البهية دي عليا. ده أنا من ساعة ما مات ابني نهرب مفيش خردة فتحت جواي إلا الساعات دي يا ورد التل شبورة. شكرا. جرأي يا أبو نهرو ده غزل ده ولا إيه؟ عفيف غزل عفيف. ده عسل. أما الغيبوبة إيه اللي أنت كنت بتقول عليها؟ ما هو فل أهو. هو بيبقى فل أوقات وأوقات. معلش بس مضطر أرد على التليفون ده عشان التليفون مهم. ألو؟ خد راحتك خد راحتك. كويس إنه خرج عشان ناخد راحتنا أنا وإنتي في الكلام. أنا بقالي 50 سنة شيخ بلد وعمري ما آمنت لأي عمدة السر. سر إيه؟ أنا بس في مشوار مهم. فيه إيه؟ السر. يا من سنين طويلة وأنا مستنيك. كنت عارف واثق إنك هتيجي. هتيجي طلع الحجر اللي أنا شايله فوق قلبي. عارف الحجر إيه؟ السر. أطلعه من قلبي حطه في قلبك. حافظ عليه. أوعى تطلع لك من وقتك المناسب. طيب يا سعد. يا اسمك ايه؟ سعد. والله سعد. يا نهار ابيض. ثانيه واحده انت قلقانه لا يكون راح ولا حاجه. ما تقلقيش شويه وهيرجع على طول. ايه يا معالي المستشار؟ نهره ما بيموتش. يعني ايه ما بيموتش؟ مات كذا مره وصحي كده عادي يعني. مستنيني ما شاء الله بقى بره قبل ما الضني يبرد. بسم الله يا جلال. كمان كان لينا لقاء مع الفنان الشاب جمال يوسف واحد من المشاركين في بطولة العمل المهم ده حضرة العمدة. تعالوا نشوف حواره مع زميلتي دانا مدحت. ولسه مكملين معاكم دلوقتي في كواليس تصوير مسلسل حضرة العمدة. مشرفنا ومنورنا دلوقتي الفنان جمال يوسف. برحب بحضرتك وكل سنة وانت بخير وطيب. اهلا بيكي واهلا بجمهور اكسترا كله. طبعا الف مبروك على دورك في مسلسل حضرة العمدة. وكلمني جاهز ازاي للدور؟ والله هو شخصية يعني جديدة عليا. انا بعمل شخصية مسعود المجبراتي. شخص طيب من اهل البلد. مش عايز احرق بقى القصة يعني. بس هو يعني ايه من اللي متداس عليهم قوي في المجتمع. وفي صراع بيحصل له او صدمه بتحصل له في احداث المسلسل. موضوع ابنه. انا برضو مش عايز احرق اي حاجه. هتشوف المسلسل حلو. طب قولي بس يعني ازاي يعني حضرت للدور ده؟ هل حد ساعدك؟ دخلت ورش عمل؟ جهزت له ازاي؟ ما انا لو قلت لك انا حضرت ازاي انت هتعرفي الشخصيه. طب قول لنا يعني حاجه اكسكلوسيف كده. قولي لحد. انا بعمل شخصيه مسعود المجبراتي اللي هو يعني بيجبر المجبراتي ده في الكرة اللي هو بتاع الجبس اللي هو لو حد ايديه اتكسرت رجليه اتكسرت بيجبسهم وكده. وبيحصل له صدمه داخليه ان ابنه بيحصل له مكروه يعني كده. فمسعود ده بيبقى يعني ايه بيتحول وبيبقى انسان في دنيا تانية خالص يعني. اللي رشحني للعمل الاستاذ عادل اديب. واول ما كلمني قال لي بص انا يعني ايه الشخصية دي شخصية هتفرق معك كتير جدا جدا. قلت له استاذ ما تقلقش انا مأساوي ما تقلقش خالص يعني. والحمد لله يعني ادينا اهو بنكمل بقية التصوير وان شاء الله يبقى خير باذن الله ان شاء الله. استاذ جمال يمكن مسلسل حضرة العمدة بيجمع عدد كبير جدا من النجوم في مقدمتهم استاذ صلاح عبد الله الاستاذة والفنانة وفاء عامر وحتى كمان الاستاذ احمد بدير. يعني كلمني عن الكواليس وعن الكيمياء اللي ما بينكم. طبعا انا اشتغلت معاهم قبل كده. انا ما تقابلتش مع الاستاذ بدير في العمل هنا. بس هو استاذي طبعا وانا اعرفه من زمان. كنا شغالين مسرحيه مسلسل اسمه عرف البحر مع الاستاذ نور الشريف. الاستاذ صلاح عبد الله يعني ده بقى ابونا واخونا الكبير والبونبونيه بتاعتنا في المسلسل. وفاء عامر اختي وصديقتي وحبيبتي وعشره عمري ويعني قريبه مني قوي اكتر واحده يمكن وفاء عامر.
طب لما يعني قريت السيناريو هو الفكرة كلها قايمة على دور المرأة وتمكين المرأة، استقبلت السيناريو ازاي؟ انا فرحت طبعا، انا عندي بنت وعندي زوج، ربنا يخليها لك. فطبعا انا انبسط جدا لما الاقي ان البنت بتاخد حرية محدودة، برضو مش حرية مطلقة طبعاً. يعني وزوجتي نفس الحكاية، وما بقاش فيه امتهان للمرأة. المرأة دي امي واختي وبنتي صحيح ومراتي. لا ازاي، ما نقدرش نعيش من غير الستات في حياتنا ابدا. انا بقول كده خلي بالك عشان مراتي النهارده هتعمل لي فطار حلو، لولا كده ما كنتش قلت يا مصياني. طب استاذه جمال، يمكن هل حضرتك مؤيد لفكره انه اي جزء من الاعمال الدراميه بيكون موجه لتقديم الوعي وكمان الارتقاء بالاجيال القادمه؟ طبعا هي دي وظيفه الدراما. يعني احنا اتعلمنا، يعني انا مثلا ايه، ما شفتش او ما قريتش عن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، شفته في مسلسل عرفته فبتقيت اقرا عنه. صحيح طبعا. الدراما دي بتغير فكر البني ادم نفسه كمان. ازاي انت بتتفرجي على مسلسل يبقى فيه شجن واحاسيس، وده بيربي احاسيسك ومشاعرك طبعا. لا لا، الدراما مهمه جدا جدا يعني. طب ايه الرساله اللي ممكن نخرج بيها من خلال مسلسل حضره العمده؟ هي رساله للمجتمع، احترام المراه، وان المراه دي عامل، يعني احنا راجل وست، مفيش جنس تالت. فالست 50% والراجل 50%، لا يقدر يستغنى عنها ولا يقدر يستغنى عنها. كل الافكار الشاذه بقى، لا الست بقى يعني بتبقى لوحدها، لا مفيش الكلام ده. الراجل يبقى لوحده والست تبقى مخلوق ملوش اي قيمه، لا طبعا ربنا ما خلقهاش كده. ده ربنا كرم الانسان راجل او ست. صحيح. السنه دي بنشاهد طفره كبيره جدا في الفن وفي الدراما المصريه، في تنوع ما بين التاريخي والاجتماعي والديني، شايف ده بيخدم الانتاج الدرامي ازاي؟ مصر طول عمرها يعني الرياده عندها في الفن. صح. مبدعين، مؤلفين، مخرجين، فنانين. هو في فنان في اي دوله عربيه زي الفنان المصري؟ لا مفيش. صحيح. بدليل ان افلامنا علمتهم اللهجه بتاعتنا، افلامنا اللي هي من الخمسينات وهم بيتفرجوا علينا. الممثل المصري ليه طابع خاص، والمخرج المصري نفس الحكايه، واثبتنا جدارتنا في حاجات كثيره جدا جدا. صحيح صحيح. طيب طبعا مسلسل حضرة العمدة من إنتاج الشركة المتحدة، وهي صراحة أنتجت العديد من المسلسلات في موسم رمضان السنة دي، هل عندك وقت تتابع أي مسلسلات تانية؟ أنا بشوف مسلسل، بشوف الكبير قوي عشان ابني بيحبه جدا جدا، هو ده اللي بتابعه يعني الوحيد من ساعة الفطار، وبعد كده ننزل بنيجي هنا بقى. فطبعا يمكن بعد ما نخلص شغلنا هنا على نص رمضان أبتدي أتابع المسلسلات وأشوفها. يعني عندك وقت تتابع الفيدباك او ردود الفعل على السوشيال ميديا؟ لا يعني انا ما بستنى لغايه الاخر خالص، اصل احنا لسه اول 4 حلقات لسه ما يبانش المسلسل رايح فين. فلازم اقيم المسلسل لما اتفرج عليه بالكامل واشوف رد فعل الناس عليه ايه. استاذه جمال، يمكن نجاح اي عمل درامي نقدر ان احنا نقيس النجاح ده من خلال قدرته ان هو يوصل رساله معينه، ايه الرساله اللي ممكن نخرج بيها من خلال مسلسل حضره العمده؟ والله كذا رسالة، يعني ختان الإناث ده يعني ده حاجة ضد يعني الشرع والدين والقانون، برضو يعني بيجرم موضوع ختان الإناث، إن المرأة تبقى عمدة، يعني إن الست تمسك منصب وتبقى عمدة وتقدر تساعد البلد بأفكار جديدة، المانع يعني ما زيها زي الراجل، الهجرة الشرعية الغير شرعية، شبابنا اللي بيموت في البحر وبيغرقوا وهم رايحين لمجهول، هم مش عارفين هم رايحين فين. صحيح. وكل الناس قال لك ده مسافر مش عارف فين، ايطاليا ولا مسافر فين، ده بالعكس كمان ده اهله يعني بيدفعوا فلوس عشان خاطر ان هم يضحوا بابنهم، يعني طبعا هم فاكرين ان هو رايح للخير والسعاده، ربما ان السعاده دي تبقى معاهم. خليني اسال حضرتك على الجزئيه دي، ازاي من الممكن من خلال الاعمال الدراميه انها تساهم بتوعيه المواطنين بشكل اكبر؟ عندنا ناس في النجوع وفي الكرة ما عندهمش وعي ثقافي، ولا يعني هو بالنسبة لي هو المسلسل الدرامي ده هو ده، لا عنده بقى نت ولا عنده كتاب بيقراه ولا أي حاجة من الحاجات دي، مش كلهم طبعا، أكيد فيهم ناس مثقفة بس يعني معظمهم يعني. طبعا العمل الدرامي ده هيبين له أنت هتضحي بابنك أو ببنتك أو بأي حد من أقاربك لما أنت هتعمل كده، تركب ابنك مركب يبقى فيها 2001 مركب صغيرة وما أنتش عارف هم رايحين فين، ولما يموت أو يجرى له حاجة تحس بالندم، لا كارثة. فطبعا ده وعي الكل أو يعني الأهالي طبعا. طب خلينا نتكلم برضو بشكل أكبر عن المشاهد اللي بتجمع حضرتك مع الفنانة روبي.
انا لغايه دلوقتي صورت معاها مشهد واحد او مشهدين بس كان مشهد من بعيد يعني كان في عزة ومشهد تاني ولسه مع باقي معاها مشاهد. هي اكتر المشاهد اللي صورتها كانت مع وفاء عامر ودي يعني ما بقدرش اقف قدامها من غير ما اضحك يعني. اه والله يعني هي بتتحول لما بي يعني وفاء دي ممثله. هل انتوا صحاب اصلا؟ طبعا حبيبتي واختي ويعني وعشره عمري يعني. انا بشكر حضرتك شكر كبير جدا استاذ جمال نورتنا وبنتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق في المسلسل. انا متشكر جدا ليكوا يعني ونورتونا وكل سنه وانتم طيبين جميعا. خلصت حلقتنا النهاردة لكن بكرة مكملين من داخل كواليس مسلسل حضرة العمدة وبكرة معانا لقاءات مميزة جدا. معانا لقاء مع الفنان الجميل إدوارد والفنان القدير مصطفى حشيش ولسه الإبداع مستمر.